حدثنا يحيى عن سفيان قال حدثني أبو إسحاق قال سمعت سليمان بن سرد يقول قال وحدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن أبي إسحاق عن سليمان بن سرد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الأحزاب قال يحيى يعني يوم الخندق الآن نغزوهم ولا يغزونا. حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة قال سمعت أبا إسحاق عن سليمان بن سرد قال انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الأحزاب قال الآن نغزوهم ولا يغزونا.